أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن هناك مخاطر ناتجة عن التحركات المنفردة والأحادية التي لا تلتزم بمبادئ القانون الدولي على أحواض الأنهار المشتركة ومن أبرزها السد الأثيوبي. وأشار مدبولي إلى أن التشغيل الأحادي غير التعاوني للسد الأثيوبي قد يؤدي إلى عواقب وخيمة إذا استمرت هذه الممارسات بالتزامن مع فترات جفاف مطول. تتضح المخاطر الناجمة عن التحركات المنفردة والأحادية التي لا تلتزم بمبادئ القانون الدولي على أحواض الأنهار المشتركة ومن أبرزها السد الأثيوبي الذي بدأ إنشاؤه منذ أكثر من 13 عام على نهر النيل دون أي تشاور أو دراسات كافية تتعلق بالسلامة أو بالتأثيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية مع الدول على الدول المجاورة مما يعد انتهاكاً للقانون الدولي بما في ذلك اتفاق اعلان المبادئ الموقع في عام 2015 ويتعارض مع بيان مجلس الامن الصادر في سبتمبر 2021 حيث يشكل استمرار تلك التحركات خطرا وجوديا على اكثر من 100 مليون مواطن مصري وعلى الرغم من الاعتقاد السائد بان السدود الكهرومائيه لا تشكل ضررا فان التشغيل الاحادي غير التعاوني للسد الاثيوبي قد يؤدي الى عواقب وخيمه اذا استمرت هذه الممارسات